أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المشهد السياسي قبل 20 عاما من القدس دوت كوم. في كل حلقة نطالع أبرز ما كتبته صحيفة القدس خلال هذا الأسبوع، لكن قبل 20 عاما. وفي هذه الحلقة استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 5 جنود إسرائيليين خلال اشتباك مسلح في الخليل استمر 18 ساعة. المنظمة وإسرائيل تقتربان من الاتفاق بشأن الترتيبات الأمنية في الخليل. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعرب عن قلقها من الوضع في الضفة الغربية وخاصة في الخليل. ونطالع أيضا حداد عام في المناطق المحتلة وإصابة عشرات المواطنين بالضفة والقطاع. كلينتون أبلغ زعماء اليهود الأمريكيين إبقاء تأييده القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل. وفي المشهد السياسي قبل 20 عاما، شهيد من إذنى برصاص مستوطن. إسرائيل تستعد لتفكيك مستوطنة صغيرة في الخليل. وختاما، مسؤول فلسطيني يتوقع إعلان الاتفاق عن الإجراءات الأمنية بالخليل الثلاثاء القادم. منظمة التحرير لن تستأنف المفاوضات قبل الاتفاق على تنفيذ القرار 904. رابين يقول لا أعتزم في الوقت الراهن إجلاء المستوطنين من الخليل. ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج المشهد السياسي قبل 20 عاما، هذه أجمل تحية، إلى اللقاء.